قصد إدخال البهجة في نفوسهم ودعم معنوياتهم وإشعارهم بروح التكافل بين أبناء مجتمعهم. وبمناسبة إحياء يوم الطفل اليتيم، حظي 160 طفلاً يتيماً تتكفل بهم الجمعية الوطنية كفل اليتيم بولاية البليدة باستقبال ليوم كامل من طرف أعضاء المكتب الولائي لحزب تجمع أمل الجزائر تاج للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، أين توجهوا بهم إلى القرية الإفريقية بسيدي فرج لقضاء يوم كامل. وأشرفت عضو المكتب السياسي لحزب تاج زهية بن عروس رفقة رئيس المكتب الولائي سليم بوثلجة عبد الصمد وأعضاء من المكتب السياسي على افتتاح فعاليات هذا اليوم، حيث يندرج ضمن النشاطات الخيرية والتضامنية والسنوية لحزب تاج الذي يسعى إضافة للعمل النضالي السياسي إلى التغلغل في وسط المجتمع بكل شرائحه على مدار السنة. نحن اليوم باسم رئيس حزب تجمع أمل الجزائر تاج سيد عمار غول وباسم كل أعضاء المكتب السياسي وكل مناضلين في تاج نحضر لهذا اليوم. هي التفاتة وقفة تضامنية من باب قيم الجزائر، قيم المحبة والتضامن الوطني للجزائر بلدنا الحبيب. كما ترون هناك يعني التاج حزب، لكن ايضا لابد ان يتعامل مع المجتمع، مع كل فئات المجتمع، ويسرنا انه اليوم يكون يوم خاص باليتيم. ما يخفاكمش بلي احنا في المكتب الولائي المقاطعه الدار البيضاء عندنا بروجرام انويل، استاذ بروجرام تاع العام، منهم فيه نشاطات تاع عمل سياسي وعامل جواري وعامل خيري. شفنا في هذه الجمعيه يعني هما اللي راهم متكفلين باليتيم وعندهم النومبر لو بلوز الفي في الولايه دو بليدا، عندهم 500 طفل متكفلين بهم. درنا معاهم ان بروغرام صافي دير صافي با اريتي غير لهذا اليوم. هذه اليوم جابوا 150 وراي رايحه تكمل يعني في اطار منظم، كل سمانه ولا كل 15 يوم ان شاء الله نجيبهم. هذا وسطر المكتب برنامجا ثقافيا ترفيهيا لفائدة هؤلاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة من ألعاب سحرية وبهلوان وموسيقى ومسابقات التي أدخلت الفرحة في نفوسهم، خاصة بعد توزيع الجوائز. كما عبر رئيس الجمعية الوطنية كفل اليتيم عن أماله في أن تكون هذه المبادرة من طرف مناضلي حزب تاج لبنة وقدوة يقتدي بها جميع الفاعلين في المجتمع.